في اطار كمان هنا استعدادات مصر لاستضافه بقى العديد من البطولات زي ما احنا متابعين في الفتره الاخيره، وبنتكلم في مختلف كمان المحافظات. امبارح تحديدا زار وفد من الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال بمدينه الاسماعيليه، زاروا مدينه الاسماعيليه يعني عشان دي المدينه اللي هتستضيف بطوله افريقيا للكبار المؤهله بقى لاولمبياد باريس، والمقرره ليها هتكون يوم او تحديدا في فبراير المقبل. حاجه كانت محترمه جدا، زياره كانت رائعه فعلا، والوفد الاتحاد الافريقي كان طلب وقتها القاء نظره على مكان الاستضافه للبطوله الافريقيه، وده امر طبيعي جدا طبعا في ظل الاستعدادات والتجهيز ليها واماكن كمان الاقامه والاعاشه والمنافسات. واكد كمان وده اللي اسعدنا رئيس الاتحاد الافريقي يعني على عشقه لمصر وثقته الكبيره في اي تنظيم مصري في ظل طبعا الطفره الانشائيه الكبيره اللي بنعيشها واللي بنشهدها جميعا فعلا. فكل التوفيق ليهم. انا كنت سعيده جدا طبعا، او انا يعني الخبر ده واحنا بنجهزه طبعا قبل الحلقه خبر جيد، وانا وانت كنا بنتناقش فيه طبعا. يعني لا الواحد بيسعد لان انت كمان تتكلم على مش بس داخل القاهره يا كريم، في المحافظات المختلفه انت عندك استعدادات ل يعني اقامه بجد محافل دوليه كبيره تقدر تقول، وبطولات عالميه بشكل كبير جدا. فيعني كل التوفيق للي جاي. حلو ده، وخصوصا ان احنا للامانه بقالنا فتره مش قليله بنتكلم على حسن استضافه وتنظيم مصر لاكبر ويعني واهم واشهر البطولات الرياضيه على المستوى العالم وعلى مستوى كل الرياضات، فدي حاجه لطيفه جدا. تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل، الخبر اللي كانت بتقول لنا عليه نهاوند، واحنا معانا على التليفون الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال. يا كابتن صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الخير يا استاذ كريم، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. طبعا حضرتك صاحبت وفد الاتحاد الافريقي في الاسماعيليه وكنت موجود معاهم في كل لحظات هذه الزياره، فيا ريت تعرفنا كده ولو جانب بسيط من كواليس هذه الزياره ورد فعل الوفد كان عامل ازاي؟ طبعا يعني طبعا كانت الزياره طبعا المهندس خالد مهلا رئيس الاتحاد الافريقي، والمهندس منار الدين السلي امين عام الاتحاد الافريقي. والحقيقه هم طبعا مهتمين جدا بهذه البطوله، لان بطوله افريقيا للكبار المؤهله لاولمبياد باريس حدث جلل يعني وحدث هام جدا. هم الحقيقه بيسعوا ان هو يظهر بالشكل المناسب للحدث ولاقامته طبعا في مصر وفي مدينه الاسماعيليه بالتحديد. عايز اقول ان الفريق اسامه ربيع الحقيقه تعاون معانا تعاون كبير جدا جدا لتسهيل اجراءات كتير داخل مدينه الاسماعيليه، منها طبعا استعمال الصاله الخاصه بنادي الهيئه. الاستاذ محمد لطفي طبعا رئيس نادي القناه نفس الكلام، المهندس هيثم الاستاد، كل الحقيقه الاطراف بتتعاون، والحقيقه الجماعه طبعا نزلوا وشافوا الاوضاع على الطبيعه، وطبعا برضو من حيث الاقامه الفنادق المتاحه في الاسماعيليه على مستوى يعني محترم جدا، في اطار ان احنا بنختار فندق من احد هذه الفنادق، وان شاء الله باذن الله تكون البطوله على اكمل وجه باذن الله. وطبعا الدكتور اشرف صبحي الحقيقه بنتمنى بالرعايه الكامله وكل الدعم في هذه التحركات يعني من خلال الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري لرفع الاثقال. رائع جدا. ويمكن يعني الاستاذ خالد مهلهل زي ما حضرتك كنت بتتكلم كمان قال حاجه جميله، ان هو اكد على عشقه اصلا يعني لمصر، وان هو جه برده شاف طفره كبيره جدا، وان هو كان سعيد ان هو يشوف التجهيزات اللي حاصله على ارض الواقع. بس خلينا نطمن من حضرتك برده، يعني هل التجهيزات كامله بشكل كبير لاماكن كمان الاقامه والمنافسه، ولو في برامج كمان ترفيهيه هيشارك فيها الفود او هيتم يعني تقديمها للفود المشاركه كنوع من السياحه برضه خلينا نقول الرياضيه؟ اتفضل. انا طبعا انا باكد على فكره المهندس خالد الحقيقه ان هو فعلا يعني هو عاشق لمصر فعلا، وهو يعني بيحب دايما ان هو يبقى مصر دايما في المقدمه، وده شيء بيسعدنا وبيسعدنا دايما الحقيقه في كل شيء. هو ابدى يعني يعني استحسان للاوضاع الموجوده في الاسماعيليه زي ما قلت قبل كده، وان شاء الله باذن الله هتكون الامور على اكمل وجه يعني ان شاء الله باذن الله.